السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم حبايبي طلاب الصف الرابع؟ اليوم يا أبطال بدنا نأخذ بالإنجليش الوحدة 12. كثير إن شاء الله وحدة سهلة وبسيطة. يلا خذوا نفس، دائما اهدأوا، دائما استرخوا، كثير درسنا سهل. تابعوا معي شو ما بكتب وكتبوا واحفظوا الكلمات اللي بحكي عنها. It is 7 and a half. شان it is 7 and a half؟ إنها السابعة والنصف. شعني ماتش يعني وصل، ولسن نستمع. بدنا نوصل ونستمع. شو بيحكي هون؟ طلع What's the time يعني ما الوقت، وهون بتقول له It's 12 and a half، إنه 12:30. هاي الساعة وصلوها بشو؟ ب 12:30. يلا بدنا نسمع مع بعض ونشوف شو الكتاب يحكي. Track 23. What's the time؟ It's 6 o'clock. It's 10:15. It's 3:30. It's 7:45. طيب هاي هي المقدمة، نطلع على التراك الثاني. يلا. Track 24. A. It's 12:30. B. It's 3 o'clock. C. It's 11:15. D. It's 10:30. E. It's 6:45. بهاي الطريقة كل واحد فينا بدأ يعرف يقرأ الأرقام، صح؟ هاي منقول 11:15 3:10:30 بهاي الطريقة. يلا read بمعنى اقرأ، listen استمع، and circle ودور. يلا اقرأ واستمع وندور وخلينا نشوف مع بعض يا حلوين شو بدأ يصير. يا 25. Track 25. A. It's 12:30. B. It's 4 o'clock. C. It's 11:15. D. It's 7:45. E. It's 8:30. F. It's 1:15. اوكي تمام بهاي الطريقة. ايش معنى it is؟ انها 12:30 يعني 12:30، هيك معنى it is 4 يعني انها الساعة الرابعة، وكلياتهم بهاي الطريقة. say قل، يلا قول معي what's the time يعني ما الوقت. يلا احكي ما الوقت، بتقول it's 4:15، انه 4:15. هاي الرابعة وخمسة عشر. شو هون ال what's the time؟ it is، هاي بقول هون it is 2:30. هون it is شو منحكي لهاي؟ 7 o'clock. هاي شو منحكي لها؟ it is 8:45، 45. وهون يا أبطال it is 3:45، يعني 3:45. اللي ما بيعرف يقرأ الساعة بيجيب الماما والبابا بيعلمه كيف يقرأ الساعة. هون أنا مش معقدر أخليكوا تقرأوا الساعة، مش موضوعي. إذا ما بتعرف تقرأ الساعة خلي الماما والبابا يعلموك إياه. يلا read بمعنى اقرأ، and و match وصل. يلا كلنا أبطال في الأرقام. يلا 3:15، 3:15. وين 3:15؟ هيا هون. 11:30، 11:30. هي 11:30. 7 o'clock يعني الساعة 7، هي الساعة 7. 2:45 يعني 2:45، هي 2:45. 4:15 هي 4:15. وبعدها يا أبطال نقيل كلون تاني، 12 o'clock يعني الساعة 12، هي 12 o'clock. وآخر شيء يا أبطال شو بتضل؟ 8:45، هيها هون بتتوصل بهذا الشكل. كلنا بنعرف نقرأ الأرقام. يلا read and draw بمعنى اقرأ،
وأرسم وسيقل. يلا نقرأ ونرسم ننقول. يلا 7 o'clock هاي رسمتنا هيك. يلا 10:15 طلعوا 10 هاي هون منحط العقرب الصغير على 10 الأحمر هيو 10 و 15 يعني 15 دقيقة كل واحدة 5 دقائق هاي 5 10 15 هاي العقرب الطويل هون الأزرق الطويل الأحمر القصير يلا هون بنفس الطريقة 4 هاي 30 هاي عندي الفور هاي الفور طبعا قصير بده يكون هاي 4 و 30 يعني 30 دقيقة هيا هون لتحت بتكون 30 دقيقة يعني على 6 نطلع هون يا أبطال على 11:45 هاي 11 هاي 11 على 11 و 45 هيا 45 هيا 45 هون نيجي نطلع 12:15 هاي 12 هاي الساعة 12 و 15 12 وربع اللي بعديها 9 o'clock يلا 9 o'clock وين ال 9 o'clock هيها هون واحدة والتانية ايه على 9 على 12 يعني الساعة 9 هيك معنى 9 o'clock الساعة 9 هون بيكون على 12 وما بيكونش في دقائق ديروا بالكم يا حلوين اذا انت مش فاهم الساعة خلي الماما او البابا يفهموك اياها Read, listen, and circle. اقرأ. استمع ودور. يلا نقرأ ونسمع وندور. شو بدي يصير في المحادثة؟ يلا تابعوا معي. Track 26. What's the time? It's 12 o'clock. It's 11:15. It's 9:30. It's 5:45. What's the time? It's 1 o'clock. It's 4:15. It's 8:30. It's 2:45. طيب طلعوا معي هنا. Track 27. When does school start in Britain? In Britain, في بريطانيا. It starts at 8:45. هاي 8:45 يلا تابعوا معي. When does school finish? It finishes at 3 o'clock. What about break? It starts at 10:45 and it finishes at 11 o'clock. When does school start in Palestine? It starts at 8 o'clock. When does school finish? It finishes at 1:30. What about break? It starts at 10:15 and it finishes at 10:45. طيب تمام شو حكى هون يعني المدرسة شو عن سكول المدرسة شو عن ستارت تبدأ وحكى من الفيديو انها على 8:45 هون السكول فينيش يعني تنتهي على يعني 3 البريك يعني الفرصة والفسحة بتبلش تبدأ على 11 على 10:45 وفينيش تنتهي على 11 وهون بنفس الطريقة يلا listen and write بدنا نستمع ونكتب ونشوف open day يعني اليوم المفتوح يلا وقتي ببلش اليوم المفتوح وقتيش بيخلص Track 28 When does open day start? It starts at 9:30 When does open day finish? It finishes at 1:45 When does acting start? It starts at 10 o'clock. When does acting finish? It finishes at 11:15. When does dance start? It starts at 2:45. When does dance finish?
It finishes at 4 o'clock. هاي 4 o'clock. يلا say قل. When does art start؟ يعني متى الفن ببلش؟ يبدأ متى يبدأ؟ بتقول it إنه start يبدأ at على 11:30. When متى الارت finish الفن ينتهي وكتاب ينتهي الفن؟ بتقول it finishes at 12:30 إنه ينتهي في 12:30. يلا write a match say اكتب ووصل وقل. يلا بدنا نكتب ونوصل ونقول كل واحدة شو جوابها. هاي 15 هي 10 زائد 5 أو 10 plus 5 20 اللي هي 10 plus 10. هاي شو منقول هون 20 اللي بعدها 25. يلا 25 اللي هي 10 و10 و5 دور عليها. هاي هون هاي منقول 20 ومنقول هون 5 بعدها 30. يلا وين 30؟ هيها 10 و10 و10 مع بعض 30. بعدها يا ابطال 35 هيها 35 هيها 35 هيها كلها. بعدها 40 هيها 40 ال 40 اللي هي 10 و10 و10 هيها 40. وآخر إشي يا أبطال هيها 45 هنقولها 45 45 هيها 45. يلا رايت أكتب وخلينا نشوف. طلعوا منقول دانس الرقص وكتير بلش start على 8 وفينيشز على إيه؟ على الوحدة. يلا نكتب اللي بعدها. شو هاي منحكي لها بي؟ هاي منحكي لها يا أبطال اللي هي ميوزيك ولا البارتي؟ هاي the party بتبلش. هاي starts بعيد من وراء at وكتير بتبلش البارتي 4:15. هاي at 4:15. إذا الخط مش واضح كبره أو وضحه الفيديو. وهنا منقول at وfinishes منقول هاي هاي finishes at وكتش بيخلص at 6:15. اللي بعد هذا match هاي المباراة وكتاب تبلش هاي منقول starts at 9:30 أو 9:30 يعني على 9:30. وهان بنقول it finishes at 11:30 وبتخلص على 11:30. The cartoon فيلم الكارتون هاي starts وكتاب يبلش الكارتون at 7:45 هاي 45 ومنقول هون finishes at هون finishes at اللي هي 8:40 5 وبيخلص على 8:45. إذا الخط مش واضح جيب حدا كبير هو بيقدر ينقله بيكون سهل عليه. listen استمع and write اكتب. يلا نسمع ونكتب في period 5. track 29. The match starts at 2:45. It finishes at 3:30. The party starts at 6 o'clock. It finishes at 7:45. Basketball starts at 10:15. It finishes at 11:15. The cartoon starts at 9 o'clock. It finishes at 9:30. طيب طلعوا معي حلوين يلا نتبع معه هون. Track 30.
When does the football match start? It starts at 4:45 and it finishes at 6:30. What about the cartoon? It starts at 4:00. When does it finish? It finishes at 4:15. When does the party start? It starts at 7:15. It finishes at 9:45. طيب oh, good! I can watch the cartoon and the match and then go to the party. طيب إيش هون حكى يا حلوين؟ حكى الماتش start at 4:45 يعني اللعبة تبدأ على 4:45. The match finishes at 6:45 اللعبة بتنتهي على إيه على 6:45. The cartoon starts at 4:15 الكرتون ببلش على 4:15 وبيخلص على 4:15. طبعا هنا خطأ، هاي صح، وكملنا بهاي الطريقة. يلا listen بمعنى استمع and what, right, اكتب. يلا ما نسمع ونكتب مع بعض ونشوف شو بده يصير. Track 31. I'd like to go to the basketball match. It starts at 4:15. It finishes at 5:45. When does the party start? It starts at 3:15. When does it finish? It finishes at 5:15. Can I watch the cartoon? It starts at 9:45 and finishes at 10:00. طيب هذا يا حلوين كلياته بنفس المعنى، وكتاب يبلش وكتاب ينتهي. يلا سيقول when يعني متى the party الحفلة start تبدأ، متى الحفلة تبدأ؟ بتقول it إنها start تبدأ على 1:45. when متى the party finish يعني الحفلة تنتهي، متى الحفلة بتنتهي يا أبطال؟ it finishes at 4:15 إنها تنتهي على 4:15. طيب هون يلا write بمعنى اكتب، هون بنقول يلا تهانا على المعنى، شو يعني it start at 7:15؟ يعني انها تبدأ على 7:15، على 7:15. يلا هون بنقول it، هاي منبلش، انها finishes، هاي finishes، بعدها بقول at، وبعدها بحط الرقم، هاي 8:45. شو يعني إنها تنتهي على 8:45؟ لبعدها يا أبطال يلا منقول it، بعدها starts إنها تبدأ at 3:00. اللي بده يكتب يكتب، واللي ما بده يكتب اللي شي بيرجع له. يلا هون it finishes، هاي finishes at 10:30، يعني بيخلص على 10:30. بعدها it starts at 6:45، شو يعني انه ببلش على 6:45. واخر اشي منقول it finishes، يعني هو بينتهي at 12:00، يعني انه بيخلص على 12:00. طبعا o'clock حط الفاصلة يعني على الساعة. right اكتب in your copy book، في دفترك اكتب في دفترك اللعبة هاي the match starts at 2:30، اللعبة بتبلش على 2:30، it finishes at 4:00 وبتخلص على 4:15. play بمعنى هنا العب بهاي الطريقة. حلوين احفظوا الكلمات وتعود اقرأ الساعة، واحفظ الستركتشر تكوين الجمل،
بنشوفكم إن شاء الله في درس قادم يا أبطال.